بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هناك اكتشافات كل يوم، ولكن هناك اكتشاف غريب جدا قد يكون سببا في فناء كوكب الأرض. دعونا نتأمل. ذكر علماء فلك من جامعة فيلانوفا أن النجم الذي يسمى تي بايكسيدس مهيئ للتدمير الذاتي في انفجار بالغ الضخامة يدعى سوبرنوفا. ستبلغ قوته 20 مليار ميجا طن من مادة تي ان تي شديدة الانفجار. وعلى الرغم من المسافة التي تفصل الأرض عن النجم وتقدر ب 3260 سنة ضوئية، وهي مدة قصيرة نسبيا مقارنة بالمصطلحات الكونية، إلا أن الطاقة العنيفة التي سيولدها هذا الانفجار النووي الحراري قد تزيل تماما طبقة الأوزون وتنهي الحياة على كوكب الأرض. سبحان الله، يعني تصوروا نجم على بعد أكثر من 3000 سنة ضوئية يمكن أن يؤثر على الأرض إذا انفجر، ويمكن أن يفني الحياة على ظهر الأرض. سبحان الله، كم الإنسان ضعيف. لذلك أتذكر معكم قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وقال أيضا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أن يتوفانا على الإسلام، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.